من جهته أكد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أن الأخوة الإنسانية إحدى القيم الأساسية والعالمية والتي ينبغي أن تستند إليها العلاقات بين الشعوب. وخلال كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، أضاف البابا فرانسيس أن جميع الشعوب تعيش تحت قبة السماء الواحدة، موضحا أن طريق الأخوة طريق طويل وصعب لكنه قارب النجاة للإنسانية جمعاء. Auguro agli organizzatori il miglior successo e agli atleti di dare il meglio di sé.